برج الحمل لهذا الشهر، برج الحمل تجد وجهتك لأنك واضح وواثق من نفسك، تتقدم بشكل سريع باتجاه تحقيق أهدافك. يتصف هذا الشهر بالروحانية ويرشدك حسدك في الحب والشؤون المالية، تبلغ ذروة الاستمتاع الذاتي. لا يزال الجانب الروحاني فيك نابضا، لكن ذلك لا يمنعك من الاستمتاع بملذات الحياة بطريقة واعية. صحتك وطاقتك ممتازان، وإن كنت عانيت في الأشهر السابقة مشاكل صحية، ستشعر فجأة بأنك أصبحت أفضل حالا بسبب الطاقة التي تتمتع بها. مزاجك يسمح لك بالخروج إلى المتعة، وتلاحقك فرص الحب والمال إذا كنت عازبا. ليس عليك البحث عن الحب، لأن هذا الأخير سيشق طريقه إليك، فتعيش لحظات الحب على هواك. إن كنت تبحث عن عمل ستصادف فرصا رائعة. وضعك المالي جيد جدا، تجني مزيدا من المال وتنفق الكثير لا سيما على نفسك، لذلك يبدو الإسراف الخطر الحقيقي بالنسبة إليك. قد تعيش في بداية الشهر حالة الضياع والشتات، وتكون دائما منفعل ومتقلب المزاج بسبب إضاعة فرصة مهمة كانت ستزيد دخلك المادي، ولكن اطمئن فهناك فرص أخرى في طريقها إليك مع نهاية الأسبوع، حيث تصلك أخبار هامة وجيدة تؤدي للارتياح من الضغوطات المادية، وتفتح أمامك آفاقا جديدة من النجاح، وتبدأ بتنفيذ عمل مع بعض الأقرباء أو الأصدقاء يحقق لك دخلا ماديا جيدا. تقف في بداية الشهر أمام خيارين لحل مشكلة عملية أو مهنية كانت مستعصية على الحل. مصلحتك تأتي باختيار الحل الذي يجعلك لا تقدم أي تنازل، وهذا يجعل معنوياتك أفضل، وستكون أمامك فترة استثنائية فيها العديد من الفرص، ولكنك تكون غير مبال وتوجه اهتمامك إلى أشياء ثانوية. فكر جيدا بمستقبلك، لأنك تقف على مفترق الطرق، وحاول أن تجد طريقا قصيرا تصعد فيه إلى القمة. الاختيار السليم سيوصلك إلى الهدف، وستعرف الشهرة أو ستحتل منصب جيد مع نهاية الشهر إذا عرفت كيف تتعامل مع الواقع. بالنسبة للأعزب، قد تعيش حالة من الانفعالات العاطفية المتناقضة نتيجة عدم ثقتك بالمحيطين وخاصة الحبيب، مما يجعلك تبتعد عن الجميع وتعيد النظر بعلاقتك مع من تحب. لا تستعجل باتخاذ أي قرار عاطفي في هذه الفترة. أما بالنسبة للمتزوجين، تعتقد في بداية الشهر أنك محاصر من كل الجهات، وأنك لا تعيش السعادة الأسرية، وأن الشريك بعيد عنك بقلبه وعواطفه. بادر بإصلاح ما تهدم بينكم بالوسائل الدبلوماسية، وتفائل وانظر إلى الجانب المضيء، وغير أسلوب تعاملك معه كي تعيش الحب الحقيقي الذي سيؤدي إلى بناء علاقة عاطفية سليمة، وعند ذلك سيكون كل شيء مختلف، وستجد أنه يقدم لك الكثير من الاهتمام والمودة والحب. وحاول أن تكون صريحا وعبر عن أعماقك وليس عن مشاعرك، وسيصل الشريك إلى فهم حاجتك للشعور بالأمان، ولا تترك تقلب مزاجك يطفع على علاقتك العاطفية معه، واتبع أسلوب الاحترام والتقدير.